مساء الخير يا باشمهندس، ازاي حضرتك؟ هو ده الزون الاولاني اللي احنا اشتغلنا عليه، اللي هي خاص بالمطبخ. ده بلان المفروض الفرنتشر. انا كان عندي PDF اللي هو كل حاجه عملتها في اول الورشه، وبعد كده لحد اخر حاجه وصلت لها للورشه، اخر حاجه عدلتها مع حضرتك. يعني طبعا كان في فرق كبير جدا ما بين اول يوم انا اشتغلت فيه في الورشه، وقد ايه كنت مخضوضه شويه ان انا اعمل شوب دروينج، وان انا اعمل البلوكات كمان بايدي. الموضوع كان خاضدني شويه، لكن بعد كده طبعا شايفين الفرق واضح ازاي، من اول مره اشتغلت فيها في الورشه لحد اخر حاجه انا وصلت لها. التفاصيل فرقت معايا جدا، المتابعه فرقت معايا جدا 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 كمان، لان كنت بتابع باستمرار ان انا كل ما اعمل حاجه مثلا غلط الباشمهندس يقول لنا الصح بتاعها. كمان كان بيدينا فرصه ان احنا اللي ندور، وان احنا نجيب المقاسات بتاعتنا مظبوطه علشان نتعلم ازاي ندور ونطلع الحاجه صح. يعني ندور على الابعاد بتاعه الفرش، الكنب، الثلاجات، نعرف المقاسات الستاندرد ازاي. علمنا ازاي نجيب الملفات دي والحاجات دي من على النت، والمواقع اللي احنا نجيب منها. فده طبعا ده فرق معانا جدا في ان احنا ازاي نطلع وندور على الابعاد المظبوطه، مش مجرد بس هو بيقول لنا على ابعاد ورسموه وخلاص علشان يعني نخلص الورشه. لا بالعكس، يعني علمنا ازاي لما نمسك اي زون تاني غير الزون اللي احنا شغالين عليه نقدر نطلع منه الابعاد كلها بتاعت البلوكات، نقدر نطلع المقاسات المظبوطه، الاعتبارات التصميميه بتاعت كل حاجه بنحطها، مش مجرد بنحطها وخلاص كشكل ديكور. لا بالعكس، كان كل حاجه بنحطها يعني ليها مقاس معين، ليها بعد تصميمي، ازاي المسافه بين دي الحاجه الفلانيه للحاجه الفلانيه تبقى قد ايه، والاعتبارات التصميميه بتاعتها قد ايه، بتاعت كل تفصيله بنحطها في اللوحه تعبنا فيها. وبركه بصراحه في المشمهندس تعب معانا جدا في كل نقطه او كل حاجه تفصيله صغيره كنا نحطها في المشروع، دايما كان عاوزنا نطلع شغل احسن. ففرق معايا جدا 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 بصراحه الورشه دي. بشكر حضرتك يا باشمهندس على المستوى اللي انا وصلت له دوت، يعني حقيقي فخوره ان انا طلعت شغل زي ده مع حضرتك.